مع قرب انطلاق انتخابات الرئاسة الأمريكية والمقررة الثلاثاء القادم، تتزايد حالة الاستقطاب وتبادل الاتهامات بين المرشحين دونالد ترامب وكاميلا هاريس إلى جانب محاولة استمالة الناخبين. هذا ويغازل المرشحان الجالية العربية والإسلامية من أجل التصويت لصالح كل منهما في الانتخابات الأمريكية. يعني الجيل العربي شو ما كانت الظروف الصعبة اللي عم نمر فيها بهالوقت الحالي، ندعم كل الجيل العربي انه تنتخب وتختار المرشح اللي هي عايزاه لحتى يبين تأثيرها السياسي، وان شاء الله انه بتكون الانتخابات على ما يرام بهالسنة، لانه اصعب وضع هذه الانتخابات اكثر من السنين الماضية. مشاركة الجالية العربية الإسلامية في امريكا مهمة جدا، لكي يكون صوتنا مسموع ونعطي بصمتنا ونعطي رأينا في هذا البلد.